عودة لكم مشاهدينا، ومثل ما افتتحنا الأسبوع الماضي انطلاقة فقرة كاريتاس بلبنان ضمن شبابيك، اليوم رح نكمل الإضاءة على كل الأعمال اللي عم بقوموا فيها، وتحديدا النشاطات اللي عم بتصير مؤخرا. ومعنا بالاستوديو هدى الريس، رئيسة إقليم المتن الأول بكاريتاس لبنان، وبنتها رفقة الريس، مسؤولة الشبيبة بإقليم المتن الأول. يا أهلا وسهلا فيكم، نورتوا. حبيبي أهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت بحديثنا ونحكي أكثر عن التفاصيل وخاصة عن النشاط اللي عم بتقوموا فيه بمركز إقليم المتن الأول، خلينا نتوقف مع تقرير عن تأسيس المبنى اللي رح تحكي فيه الرئيسة السابقة نهى الزغبي. بأسس المبنى هو المطران عاد أبي كرم الله يوجه له الخير، كان خوري بالأول، كان خوري هو اللي أسس المبنى أكثر من 45 يمكن 50 سنة. كنا بالطابق التحتاني، وبعدين من شيء 18 سنة ويمكن 20 سنة نقلنا على المبنى فوق ورممناه وقتها على أيام الخوري جورج عنتيبي، وبلشنا نشتغل على هالأساس. ترمم المبنى، طلعنا من تحت لفوق وبلشنا بالشغل. استلم أبونا جورج يمكن 6 سنين، ورجع أبونا جابي مطر، ورجعت استلمت أنا كمان، سلم الدكتورة دانيال غول، ولأني مدام هدى الريس. أكيد وقت كنا نساعد بهيديك الأيام، نساعد 200-300 شخص، كنت تقولي واو. بس هلأ يصير بتساعدي بالألوفات، لأنه إقليمنا كبير. إقليمنا ببلش من عمارة شلهوب تتوصلي لدبي تتوصلي لحملية، هذا كله إقليمنا. يعني إذا بدك تعديهم على المزبوط بيطلعوا لهم من فوق 45 رعية. كنا قبل الحملة نعمل مكاتيب ونروح لعند الخوارنة. أول شيء أكيد نروح لعند المطران ناخد الإذن منه هيك، ونرجع نروح على الرعاية. كنا نعمل بالأول الحملة على البيوت، وبعد البيوت نعمل على الكنايس. هلأ أني شوي تغيرت الأيام لأنه بالكورونا مش عم نسترجي نروح كتير، بس في بعد كتير محبين، بعد في ناس كتير هني عم يدقوا بابي ويقولوا لي مدام زغبي هودي مساعدة لكاريتاس. كتر خير ربنا، كنت دايما أقول لهم أنه فئة دمي هي كاريتاس. استمعنا لنهى وتجربتها بكاريتاس وخبرتها. أكيد بالنسبة لك هدى، شو بيعني لك تكون اليوم أنت رئيسة هالإقليم، وخبرينا شوي عن خبرتك وتجربتك. ليك هي كتير صعبة خاصة بهاي المرحلة، لأنه مرحلة كتير العايزة فيها كبيرة، وكمان مثل ما قلت مدام زغبة جائحة كورونا خلقت نوع من الهلع عند الناس. نعم. والوضع الاقتصادي صار يعني اللي ساعديك صار يجي عم بتساعديه، يعني كتير صعبة صارت إنه يجي يوقف على بابك يقول لك ساعديني، كتير مرحلة صعبة صارت لهم. هيدي شغلة. تاني شغلة بتصير إدمان كاريتاس بأي معنى، يعني بس تحسي بتعملي عمل منيح هيك عمل محبة، تحسي الفرح اللي بتحسيه بقلبك، لا شعوريا بتصير تفتش عليه، بتصير تقولي لا بدي أعمل أكتر، صحيح بتتعبي بس تقولي بدي أعمل أكتر وأكتر وأكتر، بصير إدمان. صحيح. بصير إدمان. قلت لك كاريتاس إدمان على المحبة، مش إدمان عشيتين على المحبة، بتخليك تتعلقي فيها يعني بتقولي أنا اليوم بدي فيل الساعة واحدة، بصير بدك أكتر، بصير لا بضل 3-4 بحس لا بعد بدي أبقى ومبسوطة، مش تعبانة وزعلانة، مبسوطة بهالشي اللي عم بعمله. كتر خير الله، هاي نعمة يمكن من الله عطينا إياها، وإن شاء الله تكون بقلب كل إنسان، بتخلق فيه فرح حلو كتير. أكيد. ما في وصف لك. رفقة أنت بنت لهدى، وطبعا تشبعت حب العمل الإنساني والمشاركة بكاريتاس لبنان منه. كمسؤولة شبيبة بإقليم المتن الأول، أدى بتحس حالك قدوة للشبيبة اليوم، وشو شكل لك هالموقع من تحديات؟ هلا أنا استلمت شبيبة كان عمري 14، وما كان في غير أنا وشخصين بالمركز، والحمد لله يعني مع بمساعدة المركزية عملنا استقطاب وصار عددنا 70، ويعني الشبيبة صاروا جزء من حياتي لا يتجزأ، يعني كل يوم لازم شوف الشبيبة، كل يوم لازم أعلمهم شيء جديد، لازم يكون مثلهم بشيء جديد، يعني حتى حياتي كلها بتتبرمج على أنه أنا
جمعة سبت أحد رح كون مع هالشبيبة، إذا ما شفتهم، إذا جمعة ما كنت معهم، بحس في شيء ناقص بحياتي. ونفس الشيء هن، يعني بلشنا بنشاط، صرنا نشاط ورا نشاط ورا نشاط، هلا ما حدا بفل، يعني فت علاقتي. تعودتوا على بعض. فت علاقتي يعني، خصوصا إنه بس تكون عم تعطي حدا ويرد لك إياها يعني بطريقة كثير حلوة، هون بحب شارك خبرتي بعيد الميلاد، يعني ليلة العيد نحن بنروح نتعشى مع عيون. تخيلي انه في عائله صارت تبكي ما تفله، انا لي 50 سنه انا ما عيدت مع اهلي مع اولاد مع حدا عائله، يعني هن تيتا وجده كانوا. فمن بعد هيدي الخبره يعني ما بدك تروحي، لا بدك تروحي وتساعديهم، ما راح تروحي مطرح ثاني. واكيد انه شباب خاصه بس تشوف الفرحه على وجوههم، اكيد انه شباب وصبايا بعمرنا يعني انه يمكن بنجروا على قصص ثانيه، بس نحن مجرد ما فتت على كاريتاس انجريت على عمل محبه والمساعده يعني. صحيح. هدى إذا فيك تعطينا فكرة عن الوضع بشكل عام بإقليم المتن الأول بظل انتشار وباء كورونا وكل العوائق اللي شهدها لبنان بالفترة الماضية وكيف أثرت عليكم؟ المتن الأول كان يعدوه المتن الغني، إنه الإقليم الغني مش بحاجة لمساعد. هلا إقليمنا أنا صرت بعده يعني ويا للأسف أكثر إقليم عايز صار، لأنه الكثافة اللي فيه كتير قوية صارت من كل لبنان فينا قاعدين بهالمنطقة هي، وكله صار وضعه إذا معه ليرة ما عم يعطوا إياها، وضعه كله صار متساوي. يعني نحن منفتش على أكثر أكثر يعني حاجة، ما بعرف قديش فينا نلبي نداءات الناس، بس عم نقدر قد ما بنقدر بمساعدة المركزية وكل الخيرين عم نجرب نأمن قديش بنقدر. تاني شغلة أنا فضويت على شغلة وهيدي كثير عنيت للبي سي آر. يعني جينا من المركزية حطوا بإيدنا مصاري من مبلغ 20 مليون للبي سي آرات وللكورونا كرمال كورونا. بلشنا هيدول ال 20 مليون 10 عيال صرفوهم مجرد واحد عمل كورونا بالبيت، يعني كل البيت بده يعمل بي سي آر. صحيح. إذا كانوا ست أشخاص يعني صرنا مليون وشوي، صرنا بالمليون بي سي آر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، العيلة الوحدة بدها 3 مليون تتعمل بي سي آر. من هي من هي النقطة انطلقت أنا وفكرت هلا صلبت إيدي على وجهي قد صرف ألهمينا شو لازم نعمل، لأنه كثير عم يندق الباب ومش قادرين بقى نغطي الكل. بقى توجهت على مستشفى سرحيل في دكتور شمعون، يمكن هي وجهتنا قد صرفها. بقى دقيت بيه قلت له بونجور أنا جاية من كاريتاس طالبة منك شيء، بدي أتعاون أنا وياك على الكورونا. قال لي كيف يعني مدام؟ قلت له يعني أنا بكاريتاس حاطيني للكورونا، شو فينا نعمل نغطي للبي سي آر تنساعد الناس لأنه الحاجة كتير كبيرة. بقى كان اقتراحه أنه أنا وياه وصلنا الاتفاق أنه بنعمل بي سي آر، بنعمل اتفاقية أنا وياه كل يلي بيطلع معه بطاقة كاريتاس أو معه كارت من كاريتاس بيكون البي سي آر بستين ألف، بيكون هو ساعده من مال بقيمة 90 ألف، ونحن بنكون غطينا على الناس. واللي بالمرة 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 مش قادر هو يغطي 60 ألف عم يتغطى من المركز. بقى وصلنا نحن بفترة شهر لقيمة 2000 كارت عاملين بي سي آر، يعني اللي قيمته 180 مليون بنعتبر مستشفى سرحيل، إدارة مستشفى سرحيل متبرعة فيه لكاريتاس ومشكورة على هالشيء. وهلا اليوم نحن عم نطبع الرقم 3000 للبي سي آر. يعني هيدي كانت نقطة كتير مهمة بالإقليم وبلوع الناس، يعني صارت عم تسترجع تعمل بي سي آر. هيدي هلا عم ندور على شغله ثانيه نعملها بالاقليم، وهي الكلينيك موبيل من المركزيه كانت تيجي توقف بساحه الاقليم بساحه المركز. هلا بفضل الكثافه اللي صارت والضغط الغلا عم نجرب انا واللجنه الطبيه بالمركزيه نبلش بكل نقطه توقف نهار بالجمعه، عم نبلش فيه بايفنت وهو بيتضمن فحص دم مجاني، حكيم مجاني، الشبيبه بيقدموا الاكل، والدواء مجانا بيكون مغطى من المركز اللي هو رسمه 5000، والبطاقه بنغطيها من مركز كاريتاس انطليس. بلشنا بدبي، نقطه دبي انطلقنا فيها، النقاش بلشت عم توقف مع ايفنت. بلشنا امبارح كان عندنا البريج اللي انتم طلعتوا صورتوا، والزلقه بعد عندنا بيت شباب بصليم وعندنا بيت شعر، هالثلاث نقاط عم نركز عليهم. عم نركز كمان مع دكتور شامون، هو يعني كل شيء ناحيه طبيه عم نجرب نحن ناثر عليها. مع دكتور شامون عم نجرب انه نحن فحص الدم، كان عنده اقتراح انه جربوا معنا فحص الدم، كمان انا حابب اتبرع لكم بفحص الدم. راح يكون كمان لفحص الدم ذات الشيء هالبطاقه هي اللي بيطلع له خصم 60 او 70 الف كل واحد بياخذ بطاقه من كاريتاس بيطلع مستشفى سرحيل. كمان خطوه مشكورين عليها مستشفى سرحيل اللي بتساعد الناس انه كمان تتشجع تعمل فحص أكيد. الدم تبعها هيدي نحن كطبيا هلا هي مساعده. طبعا مواد غذائيه قد ما نجيب ما عم نقدر نكفي الناس،
كتر خير اللي عم يعطونا. في عنا البلاش هو اللي بنعطيه كل 3 ايام بالجمعه، هو نهار تنين 162 صحن طبخ مع السلاد مع الدسير مع الخبز لكل شخص بيطلع له بلا. والأربعة والجمعة هاي دول اللي نحن. وفي عنا الشق المادي اللي هن مثلا بيجي حالات كونسيرو، عنا نحن بروغرام هو المساعدة الفورية كشف سكتور ميديكال بقدر لحد 600 مليون أعطيه تا يقدر يتطبب. في شغلة تانية ملف طبي بنعمل بنبعت على المركزية، في منهم الأوقات المركزية عم بتغطي كل العلاج تبعه، مركزين على الكونسيرو أكتر شيء عنا بالأقليم. نعم، تواصل بين المراكز والأقاليم كيف عم بتتم وهل أصبح الأمر صعب؟ لا بالعكس صار هين كتير. هلأ أنا لما استلمنا هلأ بكل ضيعة عنا لجنة مؤلفة من الخوري مؤلفة هو رئيسها وتحت إشرافه. يعني نحن عنا 48 رعية بالأقليم، 48 رعية عنا 48 لجنة، 48 لجنة هاللجنة هي بتهتم. يعني نحن ما فينا نغطي كل الناس على الأرض. نعم. يعني اللجنة هي بتكون عيوننا على الأرض، العيون كاريتاس على الأرض تقشع كل شيء قدامها وتبلغنا وبواسطة تحت إشراف الخوري بيكون هالشيء. نعم. يعني هيدا الشيء الحلو كان أنه نحن قدرنا غطينا كل الأقليم، ومن هيك يمكن بيّن معنا كتير عايزة زيادة لأنه فتشنا على الناس ولحقناها. وأنا بعتبر كل اللي هو دلنا لو ما دفع مصاري هو عمل حسنة لأنه دلنا على الشخص. أكيد. يعني هيدي بنفس الوقت هو كمان كأنه ساهم مع كاريتاس. نعم. ومشكور كل اللي عم يتعاون معنا. أكيد. نحن رح نتابع شوية هيك مقتطفات من نشاطات عم بتقوموا فيها. جود. رح نحكي شوية على كل نشاط قمتوا فيه. هون فعنا إذا فيك بس تخبرينا شوية عن كل القصص اللي عم تمرق. هيدا اللي عم يمرق هي الكلينيك موبيل. نعم. بتمشي من المركزية تتعمل الإيفنت تبعها. هلا هي منطلقه على سيده البريج بقرنة شهوين، الشبيبه هونك بيستقبلوها. نعم. عم توصل هلا بتكفي شو عم بيصير. هيدا الفريق الطبي اللي جاي بيتالف من ممرضه حكيم اللابوراتوار بياخذوا الدم والشوفير طبعا وقاد لهم والشبيبه هن بيهتموا كشبيبه بهالشيء. فوق بكملوا هيدا بتمنى رفقة تعلق لك عليه لأنه هيدا النشاط اللي عملوه. رفقة خبرينا شوي عن هالنشاط وأداء كان مهم. هيدا النشاط نحن بنسعى من خلاله أنه نكون عم نساعد العالم يعني كمساعدات طبية أكتر، لأنه صراحة كنا مجتمعين بالشبيبة وعم نقول أنه كيف بدنا نساعد بهالفترة يعني أنه كورونا وهيك ونحن نشاطاتنا أكتر ترفيهية وهالقصص. نعم. فقلنا أنه ليش ما بنحكي مع الموبيل كلينيك، بنكون عم نوزع دواء للعالم مجانا، بنعمل لهم وجبة أكل سخن. هلا بتشوفي أنه رح يتوزع لهم أكل سخن، كمان بنكون بنفس الوقت عم نعمل لهم فحص دم، عم نراقبهم وأنه نساعدهم كرمال يكون عندهم كشفية حكيم، يكونوا قادرين أنه من وراء هالنشاط يكونوا هن عم بيقدروا. نعم. لأنه يلبوا شوي من الحاجة اللي هن عندهم إياها. وقررنا انه رح يكون عم نعمل هذا النشاط انه نوزع اكل نوزع دواء ونعمل فحصيات حكيم. وهون عم نشوف شبيبه عم يشتغلوا يعني اكيد بالتعاون مع الاقليم والموبيل كلينيك قدرنا ننفذ هالشيء. يعني ادا برايك الشبيبه فيهم يستفيدوا من هالحمله؟ الشبيبه من وراء هيدي الحمله قادرين انه يكونوا عم يتساعدوا يعني نفسياً أول. نعم. شيء لقلهم إنه هن عملوا شيء بهالفترة يعني من كورونا، بنفس الوقت بيكونوا عم بيشوفوا إنه يعني عندي حدا من الشبيبة سحب لي دم تعلم يسحب دم، يعني أنا حدا تاني من الشبيبة طبخ وهو بحب يطبخ فبيكون هو هون الساتيسفاكسيون بيرسونال إذا بدك. نعم. وهيك بيكونوا هن كمان مبسوطين إنه عم يعملوا يعني رفقة فريق. هيك نوع من الحملات قد بحاجة لدعم مادي ومعنوي وكيف عم تحصلوا عليه؟ هلا الدعم المادي عم بيكون يعني مشكورين السكتور بيكونوا عم يدعمونا دعم مادي واكيد الموبيل كلينيك يعني هن مع بعض بيغطوا كل رسوم الدواء كل رسوم الفحص الدم وهيك. نحن كشبيبه بنكون يا حدا بيتبرع لنا بالاكل يا يعني نحن بنشتري اغراض الاكل وبنطبخهم نحن شخصيا. واكيد الدعم المعنوي يعني بيكون انه قدرنا نساعد العالم ونحن كشباب وصبايا عملنا تغيير بقلب مجتمعنا وبقلب اقليمنا. نعم. رفقه شو بتقولي للاشخاص اللي عاده بيتذمروا او بينزعجوا من حملات جمع التبرعات اللي بتصير من قبل كاريتاس وغيرها خاصه فئه الشباب؟ بدي اقول لهم انه هذا شيء اسمه كسر اراده،
يعني عندي كثير بالشبيبه انه هي انا بدي لم تبرعات. لا، اذا انت بدك تساعد غيرك بدك تلم تبرعات، كيف بدك تساعده اذا انت ما رحت وجمعت له مصاري؟ فبقول لهم انه هذا الشيء ما انه غلط، ما تقولوا لنا انه يمكن هالشيء عم نعمله غلط، لانه نحن كثير مقتنعين فيه وكثير مبسوطين وقادرين ننفذ رسالتنا من وراء هالجمع التبرعات يعني. نعم، اليوم الحملات اللي عم تشتغلوا عليها شو بتضيف على خبرتكم كشبيبه؟ هلا اكيد بتزيد كثير خبرات، يعني نحن بيكون عندنا تدريب بالشهر مره، بيكون عندنا مثل متابعه لكل حدا، عندنا بسيكولوج بيتابع كل حدا من الشبيبه منتلي وكل شيء، لانه قد ما بنساعد نوصل لمطرح نحن بنتعب، فبيكون في حدا على طول عم يدعمنا. زيادة عن هيك بتعلمنا كيف نكون مسؤولين، كيف ندير فريق، كيف نعيش مع عائلة ومجموعة، ونقدر من خلال هالعائلة والمجموعة نعمل تغيير بمجتمعنا أولا وبنفسيتنا نحن كأشخاص. نعم، رح نروح هلأ نحن وياكم لوقفة مع الأب جورج معطوق المرشد الروحي بإقليم المتن الأول، منشوفها سوا. أنا أبونا جورج معطوق مرشد كاريتاس إقليم المتن الأول، فأنا هون صار لي تقريبا بكاريتاس هيدي 8 سنة عم قوم بالإرشاد. بالإرشاد الروحي أكيدا في المسؤولين بحاجة لاعتراف، بحاجة لقداسات، بحاجة لصلوات، بحاجة لمساعدات روحية. نحن دايما حد من هون بهالمركز، مرة بالشهر أنا بجي بجتمع معهم بعطيهم كلمة روحية حول موضوع معين حسب المناسبة، عطول عندي معهم كلمة روحية، والأخص هالكلمة بتتوجه أكثر شيء نحو هالعمل المجاني، عمل المحبة، عمل الرحمة، عمل الصالح، وكيف بدهم يواجهوه من أي طريقة، بطريقة من خلال تعليم الكنيسة، يعني مثل ما بتعلمنا الكنيسة. وأكيد الإرشاد هو المرشد، دايما بيكون مثل الروح القدس. الرسل بهيك الوقت كان الروح القدس، لأنه يسوع قال لهم الروح القدس بيرشدكم يقودكم ويذكركم كل ما قلته لكم. فنحن هون بالإرشاد أكيدا ما بيقتصر بس على كل شهر مرة وقت يكون في اجتماع مع الأعضاء، في عندنا كمان أعضاء ملتزمين بس برعاياهم، إنه هن بالنسبة لنا هن وجودنا بالرعية، يعني كل رعية فيها شخص اثنين ثلاثة مسؤولين من المكتب هون، هن بيهتموا بالمنطقة بالرعية، بيشوفوا مين فيها محتاج ومين فيها بحاجة لمساعدة إن كان معنوية مادية روحية، وبيطلعون عليها لنا هون. كمان بجتمع معهم بالسنة 3 مرات تقريبا بالأعياد الكبيرة، بنجمعهم بنعملهم رياضة روحية، بنحكيهم، بنوجههم توجيهات الكنيسة. وبتعرفوا انتو انه نحن عملنا هون باسم الكنيسة، مش عملنا باسمنا. كاريتاس هي مؤسسة كنسية. شو الإضافة على الصعيد الروحي اللي بتزيدها خبرة التطوع أو العمل بالكاريتاس؟ ليكي بتخلي الإنسان يحس برحمة الله، يعني بأي معنى أنه أنا بس أعمل هالعمل الحلو بتحس رحمة الله علي شو كبيرة، وأنا مش عارف قيمتها. يعني ما في منا حدا لما بيتزمر بالحياة أنا مش عجبتني هيدي، بس تشوفي قدامك الواقع وتشوفي شو في قدامك بتخلي تقولي يا رب كتر خيرك على رحمتك اللي عطيني اياها وعلى نعمتك. يعني كل اللي عندنا هلا اني نشكر الله بتحسيهم، مع انه احنا كل واحد من محله مختلف عقليته وطبيعته، يعني بتعب من جميعه عنا، كلهم صار عندهم هالروح الحلوه انه نحن جايين تنعرف رحمه الله بالانسان شو هي، شو عطينا رحمه ونعمه مش عارفين قيمتها، وصاروا كل ما لهم يدفعوا اكثر، كل ما لهم بيعطوا اكثر، وكل ما لهم بيبرموا اكثر، وهن بيفتشوا منين بدنا نجيب شيء. يعني اذا اجى واحد بده ثياب نحن ما عندنا بالمركز، بتروح اي مدام شو عندها شيء حلو بالبيت بتحبه يعني وبتعزه، بتجي بتعطيه بتقول انا لا هيدا يمكن هو بحاجه اكثر. يعني بحس انه رحمه الله صارت موجوده، وانا كثير بشكرها هيدا بفضل بير جورج من ارشاده علينا، بفضل المركزيه، بفضل اخوان اللي هن مسؤولين عن اللجان اللي عم يرشدوا كل لجنه ويعطوها المعنويات الروحيه اللي هي اهم من التم. ونحن عم بدورنا عم نعطيها للانسان، انه بيجي واحد يمكن فيك تساعد شيء، مجرد ما تحكيه بروح ببسمه انت رجع موهته عنه، وهيد نشكر الله على حطتها فينا نحن كلنا بالاقليم بشكروا عليها. يعني قد اليوم تدخل الايمان بيساعدكم تتحققوا الاهداف؟ اهم شيء وبتحسوا انه الامور صارت اسهل كمان. ليك اذا ما عندك ايمان وما بتتكلي على فوق على ربنا، يعني ما فيك تلاقي شيء قد ما تسعي. يعني انا بالنتيجه انا انسان، جربت مره انه مثلا عندنا بكاريتاس عم بسعى غير محل، بس عم بسعى انه يابا انه انا بعرفهم لازم، مش بروح ايماني، صدقيني بيفشل هالشيء ما بينجح. بجرب بتقول انا متكله عليك يا رب وانا بسعى،
هو وحده بيدبر. ولهلا كأقليم أنا بقول هو عم بيدبر لنا كل شيء. علي مع هالشيء عيد الكبير كانوا الشباب طالبين مني شغلة إنه بدهم يعملوا إيفنت هن ل 120 ختيار يطعمون أكل سخن وإيفنت كبير وشوكولا وبيض. هلا أنا جربت كأقليم اتصلت ما بدي أسمي مع كذا مؤسسة بيعملوا حلو بيعملوا بيض وهيك وشوكولا ما حدا جاوب معنا. نهار قبل العيد بجمعة جمعة الشعنينة سبت اجتمعوا الشباب بتعرف هلا أنت بتنلامي إنه أنت سعيتي وما جبتي لنا هلا أنت ما بتقدر تجيبي كل شيء يعني مش كل شيء بتتمني بتقدر تحصلي عليه. هلا أنا زعلت هلا نوعيا بهالطريقة الحكي وهيك أنا نفسيا زعلت إنه ما قدرت عملت لهم اللي هن بدهم. طلعت على البيت هيك موترة شوي قعدت هيك صلبت إيدي على وجهي وقعدت عملت قهوة ترتاح ببيتي. بدق تليفون بيقول لي مدام نحن الفلان الفلان أنا بدي أقدم لكم نهار العيد هو شخص ما بحب أسمي اسمه كذا إيفنت صار عامل معنا قدم 120 وجبة طبخ مع السلاد مع زيت الناس بدها زيت مع ماديا هو أصحابه إجوا وعملوا إيفنت كتير كبير. رجعنا اتصلنا بمزرعة عطيوهم جبنة ولبنة معمول كل شيء كان الإيفنت اللي عم يحلموا فيه طلع أجمل بكتير بكتير ما هن بيحلموا فيه. مش أنا سعيد ما قدرت هو ربنا دبر يعني من هيك أنا بقول نحن بنسعى وهو بيدبر أكيد اتكلي عليه ونحن علينا نسعى نشكر الله. رفقة اليوم في كتير شباب بفوتوا على كاريتاس ليساهموا بالعمل الإنساني ويمكن ما عندهم هالإيمان الكافي. إذا في أشخاص منهم مع الوقت زاد إيمانهم أنا حخبر خبرية بس مش بمركزنا هي. أحد الشباب يلي تطوع معهم بكاريتاس بمركزي ما بحب سمي المركز بس هذا الشخص يلي تطوع هذا شخص كان منحرف على أساس مخدرات على هالأشياء كلها من وراء التزامه بكاريتاس ترك المخدرات صار شخص كتير مؤمن بيطلع بيعطي شهادة حياة وبيقول أنه أنا الشيء الوحيد اللي أثر فيه وشدني لقله وردني على الكنيسة وعلى عمل الخير وعلى الحياة الصح يعني هو تطوع بشبيبة كاريتاس. فهيدا الحالة بتفرج قديش كاريتاس بتأثر على إيمان الشخص وعلى هو تصرفاته بالحياة يعني. صحيح. رح نروح هلا لوقفة مع المرشدة الاجتماعية وبنرجع لكم. صار لي 15 سنة بمكتب كاريتاس أنتلياس. أنا المرشدة الاجتماعية بستقبل العالم كل الفئات كان ختيارية أو عيال بحاجة للمساعدة نحن منوقف حدهم ماديا ومعنويا. ماديا أكتر شيء كنا عم نركز على الأشياء الطبية نغطي فواتير أوبيتال أو الأدوية والختيارية منوقف حدهم تا يقدروا هن كمان ما يكونوا عبء على أهلهم أو عبء على عيالهم لأنه الختيار لما يوصل لمرحلة من العمر ويحس حاله عبء هيدا الشيء بيضره نفسيا. أكيد قبل الكورونا نحن كنا نعمل لهم نشاطات كمان اجتماعية غير المساعدات المادية. احتياجات هن زيتون العالم بحاجة لكل شيء بس شو اللي تغير هو أنه في كتير عالم عدد العالم زادت يعني. قبل كان عنا بحدود 200 ملف أنا تابعون شخصيا أعمل لهم فيزيت عبيوتهم وتأكد من الوضع ونساعدهم. هلأ للصراحة العدد عم بيزيد ومش بس طبيا بدون مساعدات للأجارات وبدون مساعدات للمدارس حتى وصلنا لمرحلة أنه بدون الطبخ مش بس المواد الغذائية لأنه الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة ونسبة البطالة اللي صار الوضع البلد كتير أثر عليهم. نحن عنا لجان بكل الرعاية ونحن مننسق مع أخوانة الرعاية إذا عرفوا أنه شخص بحاجة هن بدلون على كاريتاس ولأنه نحن ككاريتاس تابعين للكنيسة بناخد ورقة من خور الرعية تنتأكد أنه في صلة بيناتنا وبيناتهم. أكيد في عالم مباشرة بتجي لعنا بناخد صورة عن الإخراج الأيد العائلي تقرير الطبي والفواتير وورقة من خور الرعية ومنقدم على الإدارة ومنقدر نساعد نحن كمكتب كاريتاس أنتلياس ونرجع نحول الملف على المركزية بتساعدوا استشفاء بمبالغ أكبر. أكيد في صعوبات قد ما فينا نحن عم نساعد بس لأنه عدد الأشخاص زادوا اللي طالبين مساعدة عم نعمل كل جهدنا ننسق بين الجمعيات التانية اللي موجودة بالمنطقة عنا تنقدر نغطي خدمات أكتر. هدى قد ايه الارشاد الاجتماعي بقربكم من بعض بكاريتاس وهو مهم باي عمل انساني؟ ليكي بتحسي اخر شيء صرتوا عائله وحده، يعني احنا كمتن اول بنتالف من شي 160 متطوع عندي. بتعرفي كانه عائله وحده، بنحس اذا قطعت جمعه ما حكينا مع بعض كلنا، في شيء غلط بيناتنا، في شيء مش مزبوط. ما بعرف يعني كثير انا بلاقيها كثير مهمه.
وبتخلي هالصلة الحلوة بين كل الرعاية بين كل الناس يعني من كل ضيعة كتير حلوة. أنا شخصيا كتير بتعني لي. شو ضافت على حياتك؟ شو ضافت على حياتي؟ إنه ما تهدر ولا لحظة من حياتك هيك، كل لحظة بحياتك فيك تستغلها بعمل منيح. يعني ما تقول أنا ما عندي شيء أعمله، فيك تلاقي 100 شغلة تعملها مثلا، مش كشغل عم بحكي يعني، لما داو أنا قاعد اليوم يزهي أنا ما عندي، فيك تنزل على كاريتاس بتساعد خيك الإنسان، بتكون عم بتحسي بهالفرح اللي ما بتشوفيه ولا محل بالحياة غير بهاي النقطة. يعني أنا شخصيا هي خبرتي بالحياة على المدى 35 سنة، وصارت عملك إدمان، وكل الستات اللي معنا صاروا هيك بحسوا في غلط اذا ما نزلوا على كاريتاس، في شيء مش مزبوط، شو بدنا نساعد شو بدنا نعمل، كلهم اكتيف وكلهم ريدي انه كرمال يعملوا اللي بدهم يعملوا. بدمكم كاريتاس. دمهم كاريتاس. دمهم كاريتاس. هل مع الوقت بتصيروا انتم متسلحين يمكن بطريقه العمل الصحيح والتنسيق؟ لكن احنا بنضل تحت ارشاد الاكبر منا، بالنتيجه جل من لا يخطئ الكمال لربنا، بالنتيجه احنا بشر عم نتعامل مع ناس، يمكن النهار تكون انت معصبه تطلق بالواحد انت نفسيا مش مرتاح، كيف بدك تريحيه؟ نحن اخذين قرار على حالنا بالمركز انه نحن كل واحد معصب مني ومني انا اول شيء، اذا انا معصب بروح بقعد باوضه وحده نص ساعه تروق بعدين بطل قدام الشخص اللي بدي انا اتعامل معه، لانه هيدا الدجا هو جاي محقون وتعبان يعني جاي يرتاح عنا، يمكن ما ساعدته ماديا بس نفسيا اذا انا بوجهه مخلقه بدك تزيديه عليه، بينما اذا عم بتضحك بوجهه بيكون بقى كل اللي بيشتغلوا عنا صار عندهم هالادمان انه انا اليوم معصب ما بنزل، انا رايقه معي بدي انزل تكون انا الوجه الحلو للانسان، لو ما ساعدته ماديا او معنويا اهم من الماده. انا شخصيا عندي خبره. رفقه شو اضاف كاريتاس على حياتك؟ هلا انا بيقولوا لي بالمركزيه يعني خلقته وبدل ما تقولي اخ صرخت كاريتاس. يعني امي وبي تعرفوا على بعض بكاريتاس وبلشت من انا صغيره بكاريتاس، بس زادت على حياتي كاريتاس انه صرت بركه انسان احسن بيطلع بخيو الانسان اكثر. يعني ولا مره بيكون معي مثلا مصاري وشوف حدا عايز انا مبشيره وبعطيه، لو انا بدي ضل يمكن ما معي امشي او يمكن ما اقدر ارجع على البيت، بس خي الانسان بحاجه فاكيد انا راح ساعده يعني للماكسيموم. نعم. زياده عن هيك ساعدتني انه اتقبل راي غيري، يعني نحن بشبيبه 70 متطوع مش كلهم مثل ما انا بدي راح يعملوا ولا كلهم مثل ما انا بدهم راح اعمل، فعلمتني كاريتاس انه اسمع لهم اخذ برايهم واعطي رايي من رايهم. يعني ما يصير عندي مثلا اذا صار في اختلاف بوجهات النظر انه لا رح نعمل مشكل ورح تفرط الشبيبه، لا الشبيبه رح تتاقلم مع بعضها ورح تتفاهم مع بعضها ورح نوصل لمطرح انه لو شو ما كان لو شو ما صار رح نكون ايد وحده بس كرمال نساعد خينا الانسان. فاكيد علمتنا كثير قصص يعني. هذا لحاله بكفي. شو الرسالة النهائية اللي بتحب تقلنا إياها بهالحلقة؟ الرسالة النهائية بقول أنا قد ما فينا نوقف حتى خينا الإنسان، لأنه الوضع كتير صعب، بدنا نساعد بعض ونتكاتف كلنا بعض إن كنا هون أو برة نقدر نطلع بأحلى نتيجة لبعضنا بعض. نعم. شو بتحب تقلنا بنهاية هالحلقة رفقة؟ أنا بدي شجع كل شاب وصبية من عمر 14 و35 سنة انه يتطوعوا بشبيبة كاريتاس، لانه صدقوني هي خبره كثير حلوه، ومجرد ما تعطوا مره رح تحسوا الفرح اللي نحن بنحسه ورح تصيروا تتمنوا تعطوا كل مره. فلكل شاب وصبيه فيكم تفوتوا على فيسبوك على صفحه كاريتاس لبنان نيوز وتعبوا انه حابين تنتسبوا لشبيبة كاريتاس، بتحطوا وين عايشين وبتحطوا قديش عمركم وكل التفاصيل المطلوبه وبتكونوا جزء من شبيبتنا لحتى نقدر نحن وياكم سوا نعمل فرق، لأنه مثل ما بتقول مازر تريزا لحالك بتغير شوي، فكيف إذا كلنا سوا غيرنا رح نغير ونساعد المجتمع كتير. أنا بدي أشكركم وبدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا كتير. مرسي. يعطيكم العافية لكم كمان. يا أهلا وسهلا فيكم. خلصنا. رح نتوقف مشاهدينا مع فاصل ونرجع منتابع.